البطاطس ليها اصناف كتير قوي برضك، مهم قوي اللي انا اقول لحضرتك في حاجه اسمها اصناف للطبخ للتصنيع ونصف تصنيع. الاصناف اللي هي اللي احنا شغالين فيها دي اصناف خاصه بالتصنيع بس، اللي هي عندنا انواع اسمها دايموند سانتانا استريكس مترو، نشتغل على اربع اصناف دولت بجانب البطاطا الحلوه. تمام. اولا بناخد عندنا مرحله متوسطه زي ما حضرتك ذكرت بالظبط بالنسبه للتخزين، دي بتتراوح من حوالي شهر لحوالي شهرين بكتير قوي. دي تحت القشه بتعمل حاجه اسمها في البطاطس تكوين قشره كامله للدرنه نفسها عشان بعد كده تخش على التصنيع. عندنا مراحل التصنيع، عندنا اول حاجه بعد استقبال البطاطس ومعرفه الصنف اللي انا شغال بيه، وبنبدا عمليه حاجه اسمها الفرز الاحجام عشان اقدر اطلع منها اكتر من منتج. انا عندي المنتجات بتتدرج بين حاجه اسمها اي جريد دبل اي تريبل اي. تمام. بعد ما بخزنها وبحجمها الاحجام اللي هي المطلوبه بنبدا عمليه التصنيع. عمليه التصنيع بتبدا اولا بعمليه الغسيل، بنغسل البطاطس كويس جدا. بعد كده بتخش على عمليه التقشير اللي هي البيلينج، واحنا بنقشر عن طريق الستيم اللي هو البخار. بعد كده بعد ما بتتقطع حضرتك بتخش على عمليه حاجه اسمها السلق. عمليه السلق ديت عمليه مهمه جدا عشان انا عندي انزيم اسمه انزيم الاكسيديز، هو اللي بيخلي البطاطس تسود، فاحنا بنحطه على درجه حراره معينه بحيث انه يكسر الانزيم. بعد كده بيخش على بلانشر ويحافظ على اللون الذهبي بتاع البطاطس. على اللون الذهبي بالظبط. طبعا الحاجه الجميله قوي في البطاطس النص مقليه ان هي اصلا ما فيش عليها اي اضافات، ما فيش عندي مواد حافظه، ما فيش عندي اي حاجه خالص. اداه الحفظ الوحيده اللي فيها هي التجميد، قلت التجميد قل بتاعها ودابت خلاص، هي كده اصبحت التجميد عندك 31 تحت الصفر. بالظبط كده. بالظبط كده. بعد ما بنقطع البطاطس وبنسلقها بتخش على عمليه اسمها التجفيف عشان اخرج اكبر كميه ميه موجوده فيها عشان احل مكانها بحبيبات البلوريه من الزيت اللي هتدينا القرمشه. وعندي كمان حاجه اسمها فلتره للزيت، احنا بنجيب عجبتني قوي. الفلتره دي حضرتك الرولات دي بتجيش الا من بريطانيا بس، دي رولات زي مثلا ست البيت لما بتحط منديل في طبق البطاطس، بس ده حضرتك اقوى. ده حضرتك ما بيعديش اي حاجه، ما يبقاش على يمتص الزيت تماما من البطاطس، الزيت تماما ما يخليش على البطاطس حاجه اسمها بلاك سبوتس، نقط سمراء، نقط كلام زي كده. فبتديك لما بعد ما بتتقلى فحضرتك بتشوف حضرتك حتى وانت بتصور كنت تشوف لونها ذهبي عامل ازاي.